بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل وإلى الله وإلى حضرة النبي وإلى روح الفقيه نقرأ الفاتحة. الموت قائس وكل الناس شارده والقبر باب وكل الناس داخله. فاعلم يا اخ الاسلام ان الموت لا يقرع بابا ولا يهاب حجابا ولا يرحم صغيرا ولا يغفر كبيرا. فصدق الحق اذ يقول فاذا جاء اجلكم لا تستاخرون ساعه ولا تستقدمون. ان الله لطيف بالعباد ان الله غفور رحيم. ايها السادة القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ والمقيم بكفر الشيخ خليل مركز ومدينة شبين القوم بمحافظة المنوفية. فضيلة القارئ الشيخ يوسف احمد نسأل الله عز وجل له الهداية والتوفيق. ان الله ولي ذلك وهو القادر عليه. فلنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Thank you.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا ويدخلكم جنات يقولون ربنا
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا رب ابن لي عندك
ونجني من القوم الظالمين.
ومريم ابنت عمران الذي أحصنت فرجها ومريم بنت عمران وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وهو العزيز الغفور. بسم الله ما الخلق.
وما أدراك كذبت ثمود وعاد بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما وما أدراك ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز
فهل ترى لهم لا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Yeah.
فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم نشرح لك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك صدق الله العظيم. كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال وهكذا يرفع الإيمان والإسلام ختم ليلة الآخرة حافظ القرآن الكريم والذي استراح به قلوبنا لفضيلة القارئ الشيخ يوسف الخطيب القارئ والمقيم بقصر الشيخ حليم
مركز ومدينة شبيد القوم ومحافظة منوفية. وكان معكم عبر سير إذاعتنا الصوتية والإدارة الكهربائية إدارة محمود علي علي المقيم بهذه البلدة باشتراك مع قسم قصير السياسة المتنقلة الحديثة بصاحبها أحمد سمير المقيم بمحفل صفر صفر نتفضل بخالص العزاء سريح الفقير أن يدخلها فسيح عشاقات ويلهم أهله الصبر والسلوان وآخر دعوانا إلى الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.